عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. يزا في هذا اليوم حيث منافساتنا الصباحية لسن اللقاية حملت كل الإثارة والتحدي والتنافس والتشويق بين الشعارات وبين هذه الأسماء. نسير نبحر إلى المقدمة مع الأبكار المحليات الأصايل وما يدور لها من منافسة وتحدي بين هذه الجموع الغفيرة المشاركة. بالمقدمة انتصار تنتصر، تعود ملكية ضاحي بن يمعة بن سعيد العميمي، يحتل المركز الأول ويسيطر على ناموس هذا الشوط. بينما في المركز الثاني وصول من طلة ناصر بن مبارك بن حميد اللي يحتل المركز الثاني في هذه اللحظات، ياتي على المركز الثاني، انتقل للمركز الثالث ومرعبه محمد بن مطر بن راشد بن رقراقي المزروعي، وصل خذ المركز الثالث. بينما في المركز الرابع هذا شعار بالحب يصل مع طرفاشه سعيد بن محمد بالحب العامري، وصل خذ المركز الرابع. بينما المركز الخامس هذه برزمان سعيد بن سالم بن نايع الغفلي، وصل خذ المركز الخامس. بينما بن زيتون ياتي في المركز السادس ويقدم امجاد محمد بن عوض بن زيتون المهيري. بينما في المركز السابع شعار مسفر بن علي الخيالي مقدما جواهر، هنا في هذه اللحظات علي بن مسفر بن علي الخيالي وسابع وثامن المراكز، وصلت الان وتقدمت حفله عبد الله بن علي بن عبيد الشامسي في المركز الثامن. المركز التاسع هذه القادمة علاج لخالد بن لاحج الحلامي، والمركز العاشر شعار بن مبروك ولا شعار برويس، شعار برويس هذه دمعة حميد بن راشد برويس الكتبي، تدخل في اللحظات الأخيرة وتقدم في مسار هذا الشوط. هكذا هي النتيجة لملاقات هذه الانطلاقة مع الأبكار اللقاية المحليات الأصايل ضمن تمهيد المرموم في ثالث الأسابيع في ثالث المواجهات بين هذه الشعارات. من يرغب بالتحدي والتنافس فعلا الأبواب مفتوحة للجميع. أعود إلى المقدم شعار العميمي، شعار العميمي يبغي نقطة ثانية، يبغي نقطة ثانية، هذه انتصار قادمة بعد أن قدم مبشر عرض ممتاز ويعني عرض يعيد أمجاد تاريخ الأسبوع الماضي. الآن تأتي انتصار هنا في هذه اللحظة. ضاحي بن يمعة بن سعيد العميمي وصل خذ المركز الاول مع انتصار، مع انتصار بشاوي يحتل المركز الثاني مع برزمان سعيد بن سالم بشاوي الغفلي، ولكن وصول من شعار بن رقراقي المزروعي هذه مرعبه. محمد بن مطر بن رقراقي المزروعي يتدخل مع المركز الثالث، المركز الثاني برويس قادم مع دمعه حميد بن راشد برويس الكتبي، وصل خذ المركز الرابع. هذه النتيجه للرباعية. المركز الخامس شعار بن رملي مع وجود هذا الاسم، هذه نوعية علي بن رملي بن محمد العامري في المركز الخامس. المركز السادس وصول من شعار أهالي اليرف قادمين مع بلسم حسن بن عبد الله بن غليطة يا سلام وعبد العزيز خادم، هذه النتيجة الكيلو والأخير الكيلو الخطير، ولكن لا زالت انتصار انتصار انتصار. النقطة الثانية، النقطة الثانية ضاحي بن يمعة بن سعيد العميمي، ما شاء الله انتصار متقدمة، انتصار للعين واهل العين. لكن شوف الرقراقي، بالرقراقي يتقدم مع مرعبة محمد بن مطر بالرقراقي المزروعي. المركز الثالث بالرملي قادم، بالرملي يقدم نوعية، يقدم نوعية علي بالرملي العامري في المركز الثالث. وبن حلوة يحتل المركز الرابع، سعيد بن احمد بن حلوه مع امواج، لكن بالرقراقي راح ارعبهم المرعب، ارعبهم مع مرعبه. تقدم محمد بن مطر بالرقراقي المزروعي، المرموم للمرموم، التحيه من المرموم للمرموم، سلام وتحيه مع
مرعبة مع مرعبة، محمد بن مطهر بن رقراقي المزروعي، لكن هل الخوانيج جايينك، هل الخوانيج قادمين لك، تحذر تحزم تقدم، لكن السيطرة من مرعبة، مرعبة مسيطرة، وأمواج تحاول، أمواج أمواج هاجئة، أمواج أمواج ومرعبة، اللحظات المرعبة الأخيرة بين أمواج ومرعبة، مرعبة أمواج للمرموم للطي للمرموم للخوانيج، أهل الخوانيج اللحظات الأخيرة، يا سلام ارتفعت الأمواج، ارتفعت الأمواج، أمواج أمواج دانيل سعيد بن أحمد بن حلوة يفوز مع أمواج بناموس هذا الشوط. المركز الثاني مرعبة محمد بن مطر بن رقراقي المزروعي، المركز الثالث هذه نوعية علي بن رملي العامري يحت المركز الثالث، المركز الرابع وصول من طموح سليمان بن ناصر بن حمود المالكي، والمركز الخامس كانت انتصار حاضرة ضاحي بن يمعة بن سعيد العميمي. التوقيت أمامكم على الشاشة مشاهدينا الكرام، لحظات عبور أمواج خط النهاية من خلال هذه اللحظات 6-5-3 أجزاء من الثانية، سعيد بن أحمد بن حلوة وسلام لا للخوانيج سلام. المركز الثاني مرعبة محمد بن مطر من رقراقي المزروعي، 6 دقائق 5 ثواني 4 أجزاء من الثانية، تانينا والناموس كذلك على هذه المشاركة المميزة. بينما نوعية حلت في المركز الثالث في هذا اللقاء، نوعية تعود ملكية علي بن رملي العامري ب6 دقائق و9 ثواني و5 أجزاء من الثانية، تانينا على هذا الفوز والانتصار وتقديم كذلك يعني منافسة شيقة وعملاقة مع هذه الشعارات وبين هذه الأسماء. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا الكرام حضورنا الكريم، الانطلاقات تستمر والتحديات